تحية تقدير ومحبة واحترام متبادل نشاهدها الآن تعبر فعلا عن تجاوب قادة الدول العربية مع إرادة الجزائر في تحقيق لم الشمل العربي في هذه القمة التوافقية، توافقية من حيث مشروع قراراتها التي سوف ترفع اليوم من الوفود الذين يستقبلونه على أرضية المطار كما نتابع. إذن مراسم استقبال شرفية. كما نتابع الآن على المباشر. وهي فعلا تعبر عن تلك اللحمة العربية من خلال توافد له الآن تحية شرفية. طبعا نتحدث عن تحديات سوف ترفع على قادة ورؤساء الدول بالنسبة لجامعة الدول العربية، وهي مسألة فعلا تحتاج إلى دبلوماسية الجزائر العريقة القادرة على أن تساهم بشكل كبير في تحقيق هذه الغاية، غاية لم الشمل العربي. إذن نتابع معا تبادل أطراف الحديث بين الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمن والشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.